هذا آخر ما تبقى من الطريق المؤدي إلى مشتة غزالة ببلدية السبت بسكيكدا، الذي لا تقدر سوى الآليات على قطعه، خاصة في هذه النقطة التي اتحدت فيها الطبيعة مع إهمال البشر. ولينا شكينا للمير، ولينا شكينا لشيف الدايره، للوالي، ما كاين والو. واحد ما رجعنا، صاير فينا المنكر. انت الناس، نص من الناس هربت على بلادها، خلاص بالطريق هذه. كون جات الطريق قالك الناس كل شويه لبلدانها تخدم فيها كل. احنا صاير فينا المنكر، مريت انا ندوه في التراكتور. العزلة التي صنعت مأساة هذه العائلات في كل مناحي حياتها، زاد في عمرها الغش الواضح الذي صاحب تهيئة هذا الطريق. اي الطريق هذه خدموها بزاف خطرات، خدموها بالك هذه المره الثالثه ولا الرابعه. يجي المشروع اللي يجي يديروا عليها، هي نورمالمون يديروا لها كيما نقولوا 15 سنتيمتر تشيف، هذه يجي يدير لها 5 سنتيم وعدي، ما يعدي لا كومباكتير لا والو، حط تصب النو زيد عاود بروجي خلاف. هنا تبقى هذه العائلات تحارب العزلة للبقاء على أمل إشراق شمس وضع جديد يأتي مع صحوة ضمير الجهات الوصية.